وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد فوزي، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. إذن كيف رصدت وقرأت البيان المصري الخارج عن وزارة الخارجية المصرية بخصوص هذا التصعيد والتحذير من خطورة اتساع رقعة الصراع؟ والحقيقة أن مصر لها جهود لا تتوقف منذ 7 أكتوبر، وهي عدم المساس بالأمن القومي المصري، وأيضا رفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية. واليوم مصر ترفض بحسم بقاء القوات الإسرائيلية في محور فلادلفيا. كيف رأيت وقرأت هذا الدور المصري؟ تفضل. طبعا البيان المصري بيؤكد على مجموعه من المعطيات والثوابت المهمه، اولها رفض التصعيد في المنطقه، خصوصا وان المنطقه حاليا قابت قوسين او ادنى من الدخول في سيناريو الحرب الاقليميه او التصعيد الشامل. فعلى الرغم من يعني حفاظ خصوصا حزب الله اللبناني وايران من جانب واسرائيل من جانب اخر على ما يوصف بقواعد الاشتراك، الا ان الخطا في التقديرات العسكريه او الامنيه قد يدفع المنطقه نحو الهاويه او سيناريو المواجهات المفتوحه. ايضا اكد البيان المصري على او جمله الموقف المصري على اعتبار شديد الاهميه، دائما ما تؤكد عليه الدوله المصريه في سماع المباحثات مع كافه المسؤولين الدوليين، وهي ان نقطه الانطلاق لاستعاده الامن والاستقرار في الاقليم وفي منطقه الشرق الاوسط تبدا من قطاع غزه عبر وقف اطلاق النار داخل القطاع. ايضا التاكيد على التضامن مع الدولة اللبنانية الشقيقة وضرورة الحفاظ على السيادة اللبنانية، هو تأكيد على رفض مجمل الممارسات الإسرائيلية التي تتم في منطقة الشرق الأوسط، والتي تأتي استنادا فقط إلى حسابات شخصية وسياسية خاصة ببنيامين نتنياهو، وهو المستفيد الوحيد والأكبر من إطالة أمد الحرب داخل قطاع غزة أو توسيع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، لأن ذلك يضمن إطالة العمر السياسي لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، ويضمن عدم تفكك الائتلاف